السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا كتير. فيديو النهارده هنعمل اعادة تشغيل لعلبة شوكولاتة. هي علبة كبيرة، هنحولها لعلبة هدايا بورق الفوم. عندنا هنا هنقص ورود وهنقص على مقاس دي، ويلا بينا عشان نبتدي الفيديو. طبعا زي ما قلتلكم لازم نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بينا. اول حاجة هنغلف ديت بالفوم، ماشي؟ هنغلف هنا دايرة صغيرة وتحتها دايرة كبيرة من الفوم الابيض. الفوق اللي فوق دايرة بيضة صغيرة، واللي تحت دايرة بامبي كبيرة. وهنقص هنا كده مقاس البتاعة دي. انا كنت اقصها قبل ما ابتدي التصوير، كنت اقص حتة منها دي، هنكمل بيها طبعا. اهو ماشي. وعندنا دي الاسطوانة اللي احنا هنقيس عليها ونعمل الدايرة الصغيرة اللي فوق. يلا بينا عشان نبتدي تغليف اول حاجة. اهو احنا هنغلفها. اهوت يا صحابي. تمام اهوت يا صحابي، لزقتها. ماشي. هنعمل بقى، هنلزق نكمل الباقي. حط انا انا هوز بقى ألزقها. طبعا لازم التلزيق يكون بالصبع، المسدس الشمع سخن جامد عشان ما الورق ما يفكش بعد كده. لو في بقى رسمة من رسوماتكم اللي انتوا بترسموها، او رسمة لو عايزين بقى التغليف يكون جميل كده، اهوت العلبة. عندنا كمان هنا كمان شريطة. اهوت يا اصحابي، انا قصدي ان انا اسيب حتة خالية كده علشان هرص فيها ورد صناعي. هنلزق دي. هنرص فيها ورد صناعي لونه بامبي او اي لون تاني انتوا عايزينه، ابيض هيكون شياكة جدا. اهو هنرص الورد البامبي. بص معايا هنا يجي 10 وردات.
شكل ما وعدتكم انا هعمل لكم طوق بيكي ماوس. الفيديو هنزله بعد الفيديو ده على طول. اهو مات يا صحاب، شكلها شياك. طبعا هنقص هنا شكل ما قلت لكم دوائر شكلها شياكة وجميلة، وهقص الدوائر بقى وارجع لكم.